أعلن سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن الوزارة وفي خطوة تعليمية نوعية ستقوم بفتح باب التسجيل للطلبة المستجدين من مواليد شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2017 ليكونوا على مقاعد الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024. وزير التربية والتعليم أكد بأنه تم تخصيص الفترة ما بين 20 إلى 27 من الشهر الجاري لاستقبال الطلبة المستجدين وأولياء أمورهم في صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى لإتمام عملية التسجيل. كما أكد الوزير لدى ترأسه لجنة بدء العام الدراسي أن جميع الأطقم التعليمية والإدارية في الوزارة ستواصل العمل بأقصى طاقتها على امتداد الشهر الجاري والشهر المقبل لاستكمال متطلبات استقبال العام الدراسي الجديد، بما في ذلك انتظام جميع مواليد العام 2017 من الطلبة المستجدين، لافتا إلى أن العام الدراسي الجديد سيكون عاما حافلا بالمحطات التعليمية المتميزة والإنجاز الأكاديمي مع الاستمرار في تنفيذ البرامج التعليمية التطويرية. أوضح سعادة الوزير أن هذا القرار ليس استثنائيا للعام الدراسي المقبل، بل سيكون سياسة مطبقة بشكل دائم، بحيث يتم قبول مواليد كامل العام الدراسي الذي يبلغ فيه الأطفال سن إلزامية التعليم.